في حيوان. يا Thousand years later. سين جيم معكم الرجل وسيم الخطيب والتعطيل. إذا أنت مو قد التحدي لا تلعب ضدي. ربعة الجلسة هذه البداية لبدر كذا نحمسك 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 ربي اليوم وين التحدي الله يعينك فلافل. لا فلافل من بدري ما نبغى. يلا استنى. طبعاً باختصار يا متابعين اليوم عندنا تحدي خنفشاري من غير عقبات توديك الحمام طيارة. لا من غير عقبات من غير عقبات يا رجل وسيم. أبشر اليوم أيوه. التحدي يا برنس كرتون الحظ. هات المخرجنا. هلو طبعاً باختصار يا متابعين عندنا الكرتون هذا في من اليمين وممكن يطلع لك شيء حلو. يا سلام. وممكن تختار من اليسار ويطلع لك مطب. وممكن تختار من فوق يكون عصير تذوقوا او يكون مثلا اي شيء ثاني. عاد انت وحظك. والله انت وحظك. جاهزين؟ جاهزين. هو شيء يتحس ممكن شيء ينشرب ممكن شيء يعني تذوقوا. جاهزين؟ جاهزين. اكيد؟ اكيد. نخش على الراوند الاول. ومعايا شيئين انا ححطها في اي واحد وهم يختاروا ويقولوا ايش الشيء الموجود ولو كان غلط يا ويلك. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدانا يا برنس. تحدات. يلا بدقيقة 3 2 1. يلا اختار. دقيقة اختار اللي خلاص مشان اختار اكيد. يلا جاي اختار. يلا اختار هذا. ها يلا جاهز. يلا خش. جاهزين. ايش هذا؟ ما ادري انت هتفكر. دقيقة هذا ليمون. ما ادري عنك اختار. قول يلا ايش فيه؟ دقيقة في حيوان؟ ما ادري. يا في شعر. ما حد فيكم عرف؟ دقيقة رجل وسيم بسرعة. ايش هذا؟ دقيقة هنا في شعر مقرف. كيف مقرف؟ هذا طماطم؟ يا الله يقربك يا رجل وسيم. ايش هو بسرعة يلا؟ طماطم؟ لا ما ادري. عندك محاولة واحدة. اختار جواب أخير بسرعة. ايش هذا؟ مانجا. يا حبيبي شو؟ طيب يلا نوع من أنواع الحيوانات. أما حظ الزلحفة؟ يا أخي لعبة بس لعبة هذه. والله حسب حيوان حقيقي بالزحلفة. زحلفة ها؟ ولا نوع من الفاكهة. أنت إيش تتوقع فاكهة؟ هذا أرنب. لعبة أرنب؟ أنا أقول خلاص أختار جواب. دقيقة أختار أخير بسرعة. يا أخي مقرف يا أخي. أختار هذا مشمش. إيه أكيد؟ لا هذا صقر. يلا بسرعة اختار. اوكي خلاص قلت صقر. هذا صقر. هذا مش متأكد؟ انت ايش تبغى؟ انا اقول صقر. بابا هذا ايش؟ هذا يلا اختار. انا اقول هذا صقر جلوسي. صقر؟ صقر. حلو واضح انه واعي راعي دهران. مانجا؟ انا اقول صقر. اوكي يلا فوق عينك وشوف يشوف. يلا شوف يشوف. ايش هذا؟ بسه لعبة بسه. بسه ايش هذا؟ افوكادو. يلا الاثنين كلكم غلط. يا انت تحديت انه غلط وانا غلط. لحين ما كان صقر. والله كانه صقر. صقر ايش جاب الصقر؟ انت يا ولد والف على الباب. والله كنت احسبه مانجا. طب هو ما طلع مانجا طلع شبيه المانجا. افوكادو ما تعرف انت. طلعت لعبه بسه. الله يهديك. بالنهايه مع الرغوه ذي. ايش بك ما انت شايف؟ الحين الجوله الثانيه مع حسنك وبابا. هم حيختاروا يمين او يسار. اوف طب الشيء ايش؟ اكل ولا زي المشروب؟ مشروب. اوف طيب يلا جاهز حسن؟ انا حختار. جاهز. الله يستر يا رب اختار شيء كويس. حجرة ورقة مقص. وشوف يا مشاي. والله متأكد؟ والله متأكد. حجرة ورقة مقص. هيا بابا. يا سلام. حسنت والله فزت. يا انا بختار. بختار يمين والله. لا والله يمين. كيفك؟ لا خلاص انا يسار. يلا جايز. انا يمين. طيب مصاص اديني مصاص هنا. نستنى كمان. طيب يلا نشوف شيء. طيب يلا. الله يستر. لا يجيب لنا شيء. اهم شيء انه مو فلفل. يلا اشرب. يلا وفلفل. واحد اثنين ثلاثة. يلا ورب كلام بيبسي. ايش فيه؟ ايش ما
مغلبت الحمد لله انك مغلبت. الله ايش زيت عادي زيت لا بطل ابو عادي. الجولة الثالثة يا حبيبي مع البرنس حبيبي اللي حيركبهم الجيمس اجلو. الحين حزبطهم اقسم بالله حزبطهم. واضح انك مزبطنا. هذه الاشياء نحطها هنا. يمين يسار يمين يسار. خلاص زبطت كل شيء. دقيقة. الوضع جاهز؟ دقيقة. الله يستر. كيف انت وضعك؟ كيف تمام؟ خايف. نختار اول شيء اللي فوق الكرتون ولا ايش؟ اختار فوق الكرتون. يلا مد يدك طيب. فين؟ هنا؟ ايوه بس. فين؟ ماني شايف. هنا؟ اوكي. يا البرنس يمين ولا يسار؟ والله ما اعرف. يمين ولا يسار؟ خايف. لا خاف اختار. لا ها؟ ابى اختار هنا. فين؟ يمين ولا يسار؟ يسار؟ اي تعال يلا خلاص بدل يسار انا يمين يلا. اما اختار مشان يسار. يلا خلاص. فين الفتحة؟ يلا. هنا. دخلني. اروح؟ هنا. يلا. ها روح. انا وصلت؟ وصلت. بسم الله الرحمن الرحيم ايش هذا؟ ايش هذا؟ طلعنا مشاري؟ حطيت النوتيلا. هذا انت ايش مجنوع انت؟ حماس ايوه فرحان طبعا ها؟ والله يا جماعة الخير اكلت الرانش. مبسوط انت؟ انا كنت ابغى الرجل هذا مشاري ياكل الرانش بس ما جاته وجهك كله نوتيلا. والله حماس طعم ها كنت ابغى تاخذ الرانش بس ما ضبطت. اديني معك لا. الجولة الرابعة والاخيرة. هنختار؟ ايوه. طب الشيء بملعقه ولا بشوكه ولا بسكينه؟ اعطينا الاشياء هنا. خذ المسيم. اوه ملاعق. ملعقه. فيها اكل. يلا. مين حيختار؟ انا اقول لك. انا. بدايه مو انا اخترت؟ ايوه. دحين دورك. اختار يسار. يسار؟ يسار. يلا تعال. اختار يسار. يلا تعال. واحد. اسمع مشاري طالع اذا اخذنا الشيء قول. طيب اوكي كل ايش في شيء لين الله يستر. اخذت شيء مشاري اخذت لا اخذت سنة كل يا حسنك اخذت خذ كمان لسه ايش بدي اخذ انا كيف الوضع كل اروح كل 1 2 3 بسم الله كل حسنك كيكة تونة الله يكرمك فراولة عبوا زيت التونة ما حبت التونة ربي كفو الله يكرمك بيجادني كيكة اروح الحمام كده تكون انتهت حلقتنا لا تنسوا تدونا اقوى لايك واشترك وانشروا المقطع في كل مكان وضيفوا سنابنا هنا ويا سلام نشوفكم على خير سلام